الأخوة بتوع الكتاب المقدس عايزين موضوع عن كلمة الله رجاء للجميع. كلمة الله رجاء للجميع. في الحقيقة إن كتاب ربنا كتاب تعزية لكل إنسان، فيه رجاء لمن ليس له رجاء. إزاي؟ أول حاجة تعرفها من الكتاب المقدس إن الله معاك باستمرار، إن الله معاك باستمرار. وإنك ما بتعيش لوحدك. ربنا بيقول لا تخف لأني معك، وبيقول ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، وبيقول إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. بل إنه تسمى عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. فالمؤمن الحقيقي الذي يحيا حياة الإيمان العملية يشعر بأن ربنا موجود معاه باستمرار، فيطمئن قلبه ويعيش في حياة السلام الكامل على اعتبار أنه موجود مع ربنا. ولهذا أيضا فالمؤمن الحقيقي الذي يؤمن ان الله معه لا يخاف ابدا، لان كلمه ربنا باستمرار تدعوه الى هذا، لا تخف لاني معك، لا تخف لاني معك. يعني يكفي انك انت تكون في عمق الاضطراب والخوف وتلاقي الايه دي تصاحبك لا تخف لاني معك، او الايه اللي تقول لا يقع بك أحد ليؤذيك. أو الآية اللي بتقول إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازكما يعزيانني. أو الآية اللي تقول الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب عاضد حياتي ممن أجزع. تلاقي هذه الآيات تعزيك باستمرار، تعطيك طمأنينة في حياتك، تشعرك بأنك أنت مش ممكن تخاف لأن الذين معنا أكثر من الذين علينا. جميلة جدا في حكاية الرجاء الآية اللي بيقولها داود النبي في المزمور الكبير، مزمور 118 أو 119 على حسب اختلاف الترقيم، بيقول إيه؟ بيقول ربنا أذكر لي كلامك الذي جعلتني عليه أتكل، هذا الذي عزاني في مزلتي. يعني كلمة ربنا تعز الإنسان حتى في مزلته، تعطيه رجاء، تعطيه رجاء. لأن الكتاب أيضا لا يذكر فقط مجرد آيات، وإنما أيضا يذكر قصصا جميلة عن وجود الله مع أولاده، كيف كان الله مع الثلاثة فتية في أتون النار وشعر من رؤوسهم لم تحترق ولا رائحة الدخان دخلت في ثيابهم، وكان معهم رابع يشبه ابن الله. فتشعر بأن ربنا لم يترك الثلاثة فتية في أتون النار، وتشعر أن ربنا لم يترك دانيال في جب الأسود. إلهي أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود.
يعني حتى إن قام عليك أسود، فكلمة الله تقول لك إلهي أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود. جميلة جدا مزامير داود اللي يقول إيه، لولا إن الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء، إذن لغرقنا في الماء وجازت نفوسنا السيل. وبعدين يقول إيه، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجون. تصور إن عصفور وصيادين كتار، يعني ده صياد واحد يضيع عدة عصافير، لكن لما يكون عصفور واحد وصيادين كتار كل واحد عمل له فخ، ومع ذلك يقول إيه، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا. مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم. كلام معزي. هو بس انت لما تعرف فين الآية اللي تقدر تستخدمها تلاقي نفسك تعزيت من الداخل وشعرت ان في رجاء امامك، في رجاء امامك. لذلك المرد اللي يقول في المزمور ان يحاربني جيش فلن يخاف قلبي، وان قام علي قتال ففي هذا انا مطمئن. كلمة ربنا تعزي الإنسان، تعطيه رجاء إنه ليس وحده، إن ربنا بيشتغل، إن ربنا بيشتغل حتى لو قابت عليه كل قوة الشر. يوسف الصديق يقول أنتم أردتم بي شرا لكن الله أراد خيرا. فتشعر من كلمة الله إن الله ممكن إنه يحول الشر إلى خير، بس كده. وتقرأ في رومية 8 يقول ايه، كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. فكلمة ربنا تعزيك ان جميع الاشياء تعمل معا للخير. حتى سجن يوسف الصديق كان يعمل للخير، حتى القاء دانيال في جب الاسود كان يعمل للخير، لأن بعد كده الملك داريوس أول ما لقى دانيال خرج من الجب ما جرالوش حاجة، عينوا رئيس على كل المملكة، زي ما يوسف تعين أيضا رئيس على كل المملكة، لأن قولك عزاني. أنت تستطيع تجد في كلمة الله رجاء ليك في كل موقف من المواقف. إن كنت في ضيقة تجد كلمة ربنا تعزيك في الضيقة، وإن كنت محاط بالأعداء تجد ربنا يعزيك، وإن كان ليك ابن ضائع زي الست دي اللي بعتت مشكلة. يعقوب أب الآباء كان له ابن ضائع هو يوسف، وبعد حين لقاه. ربنا دايما كل حادث من الأحداث تلاقي في الكتاب فيه كلمة تعزية وكلمة رجاء. صدقوني من أول إصحاح، من أول إصحاح، بل من أول آيات الكتاب إلى آخره. هو آيات الكتاب بتقول إيه؟ في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه، ثم قال الله ليكن نور فكان نور. حتى هذه الأرض الخاربة الخالية المغمورة بالمياه المحاطة بالظلمة، جه وقت ربنا يقول ليكن نور فكان نور، وجه وقت ربنا خرج منها كل نفس حية، وجه وقت ربنا كساها بالأشجار والأسمار والأزهار والأطيار وخلها في أحسن حالة، وبقت أرض في منتهى الجمال. اللي كانت إيه؟ كانت خاربة وخالية ومغمورة بالمياه وعلى وجه الغمر ظلم.
لا يوجد رجاء أعظم من كده، إنك أنت تعيش في مسكن الله مع الناس، زي ما بيقول المسيح: حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. إيه الرجاء اللي بتعطيه لنا يا رب؟ أنا ماض لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. تعيش في عشرة ربنا، ده رجاء جبار بتاع الأبدية. ده رجاء في الانتصار على الموت. آخر عدو يبطل هو الموت، زي ما جه في كورنثوس الأولى 15: آخر عدو يبطل هو الموت، لا يكون موت فيما بعد، إنما تكون هناك الحياة الأبدية. ده الرجاء بتاع الحياة. وإيه تاني؟ ويبقى لينا أجساد روحانية، أجساد نورانية، أجساد لا يلحقها الفساد. ده رجاء عجيب في الأبدية، حلم الناس من أجل هذا الحلم بيشتهوا الحياة. ورجاء إيه تاني؟ ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله لمحب اسمه القدوس. ده الرجاء في الأبدية، ده آخر رجاء عجيب. والأبدية دي تكون لمين؟ للمفديين. الكتاب يعطي خلاصا للمفديين، يقدم لهم فداء، يقدم لهم كفارة، إن خطاياك يحملها المسيح وتبقى أنت بلا خطية. خطاياك يحملها المسيح وتبقى أنت بلا خطية، وتبقى بلا عقوبة، لأنه حمل العقوبات نيابة عنك. ده ما فيش رجاء أعظم من كده، إنك أنت تبقى أحد المفديين وأحد المخلصين والذين لهم رجاء في الملكوت. تقول: وإن كنت ماشي في الخطية ربنا يتوبك ويرجعك إليه بهذا الرجاء. لأن من ضمن الرجاء في الرجاء في المغفرة، مهما كانت الخطية في رجاء في المغفرة، في رجاء في المغفرة مهما فعلتم، ربنا قادر أن يمحو هذه الخطايا بالتوبة. الشرط الوحيد هو التوبة. تقول: وإن ما قدرتش على التوبة أعمل إيه؟ تعزيك كلمة جميلة في نبوءة أرميا النبي، يقول: توبني يا رب فأتوب. توبني إيه؟ فأتوب. إن كنت مش قادر ربنا هو اللي يتوبك، وإن كانت طبيعتك اتسخت بالخطية يقول له: اغسلني فأبيض أكثر من السلب، انضح علي بزوفاك فأطهر. لا ننسى إطلاقا إن الكتاب يعطينا رجاء عجيبا في عمل الله فينا، هو الذي يتوب، وهو الذي يطهر، وهو الذي يغسل، وهو الذي ينقي. ربنا بيشتغل معاك. يعني الرجاء العجيب في حياتنا ان احنا لا نكون وحدنا ابدا. بيقول: لا اترككم يتامى. بيقول: انتوا زي الاغصان اللي في الشجرة. ايه مالها؟ بدوني لا تقدرون ان تعملوا شيئا، انا اللي هعمل فيكم، وانا اللي هعمل معكم، وانا اللي هعمل بكم. الله العامل فيكم ان تريدوا حتى وان تعمل، هو اللي بيشتغل جواك. عايز رجاء اكتر من ان ربنا يجعلك هيكل لروحه القدوس وروح القدوس يسكن فيك؟ ده ايه ده؟ عايز ايه اكتر من كده؟ عايز رجاء اكتر من ان يقول لك: لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم الذي يتكلم فيكم؟ دي تبقى ايه انت؟
تبقى ايه، ايه الوضع اللي ربنا اعدك ليه؟ الكتاب المقدس اعطانا هذا الوعد عن عمل الله فينا وعمل الله معنا. علشان كده بولس الرسول بيتكلم عن نفسه وعن أبولس فيقول نحن عاملان مع الله، احنا بنشتغل معاه. مش بيقول ربنا يشتغل معانا، لا، ده الاصل هو الله اللي بيشتغل واحنا اللي بنشتغل معاه. وهكذا يكون الله معك ليس اليوم ولا لعدة أيام، بل يقول ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. الله يعطيك الإرادة ويعطيك العزيمة ويعطيك القوة، ومحبة الله تنسكب في قلبك بالروح القدس ويعطيك أن تكون مجرد أداة أو آلة طيعة في يدي. ولا تخف من شيء بعد ذلك. تقول وإن خفت أعمل إيه؟ إن خفت ضع أمامك الآية التي تقول كل آلة صورت ضدك لا تنجح. ضع أمامك المزامير الجميلة التي تقول يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ينصرك اسم إله يعقوب. ضع أمامك الآية التي تقول هم عثروا وسقطوا ونحن قمنا واستقمنا. ضع أمامك المزامير العجيبة والآيات الجميلة اللي ربنا وضعها في كتابه من أجلنا لكي يعزينا، لأن كلمة ربنا كما هي رجاء للجميع. المرتل يقول له في المزمور لأن قولك أحياني، لأن قولك إيه؟ أحياني. شريعتك هي لذتي. وهكذا كلما تقرأ في كتاب الله وكلما تقرأ مواعيده وكلما تقرأ معاملاته لقديسيه يمتلئ قلبك بالرجاء، لأن الكتاب بيعطيك أمثلة عجيبة في عمل الله سواء مع القديسين أو مع الخطاة. ولذلك نجد أن داود النبي يقول لكل كمال رأيت منتهى أما وصاياك فواسعة جدا. كل ما أقرأ آية ألاقي أمامي آمال كثيرة موضوعة. الكتاب المقدس يصور لك ربنا ماسك إيد الناس وماشي بيهم كده في طريق الحياة. يصور لك الله المحب اللي واخد يوحنا في حضنه يسمع نبضات قلبه كده في حضنه. يصور لك ربنا اللي ماشي مع الناس دي، ماشي مع الناس دي عجيبة أوي. مش بس في العهد الجديد، ده في العهد القديم برضو يقول لك وصار أخنوخ مع الرب ولم يوجد لأن الله أخذه. أنا أتصور كده أخنوخ حطت إيده في إيد ربنا وماشيين سوا في الحياة، وبعدين ربنا يقول له تعال معايا فوق أحسن، يقول له يلا بينا. ده عجب في عجب. إزاي ربنا يتعامل مع الناس؟ الكتاب المقدس لا يصور لك الله كجبار يتعالى على البشر، إنما كإله متواضع يتنازل إلى مستوانا لكي يرفعنا إلى مستواه بقدر ما تحتمل طبيعتنا الضعيفة، بقدر ما تحتمل طبيعتنا الضعيفة. فكل ما أنت قاعد في الحياة تشعر بالرجاء ليس بسببك إنما بسببه هو. يعني تقول إزاي يكون لي رجاء وأنا مش عايز ربنا؟ أقول لك إن ما كنتش أنت عايزه هو اللي عايزك.
تقول ازاي اصل لربنا وانا مش قادر؟ اقول لك ان كنت انت مش قادر توصل، هو قادر يوصلك. هو العيب ان احنا بنضع جهادنا الروحي منفصلا عن الله فنتعب، بنضع جهادنا الروحي منفصلا عن الله فنتعب. لكن ان جعلنا الجهاد الروحي بتاعنا مرتبط بربنا لا يمكن نتعب ابدا. ده في كلمة لطيفة جدا تعطيك رجاء عجيب. ايه هي؟ بولس الرسول يقول استطيع كل شيء في المسيح الذي قويني. استطيع كل شيء، ده القادر على كل شيء هو واحد فقط، هو الله. يقول لك استطيع ايه؟ كل شيء، مش في ذاتي، في المسيح الذي ايه؟ يقويني. طب قول يا عم ده بولس، وانا اوصل فين لبولس؟ ده قمة عالية. اقول لك بلاش بولس، سيبك منه. الكتاب يقول ايه؟ كل شيء مستطاع للمؤمن. انا مرة قريت الآية بتاعت غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. قلت معقول مستطاع عند الله دي معقولة؟ لكن نبص نلاقي كل شيء مستطاع للمؤمن، ده هنا بقى خلاص خلاص. ده كما لو كان المؤمن بقوة ربنا هو يستطيع يقدر على كل شيء، هو راخى. كل شيء مستطاع للمؤمن، يكفي أن تؤمن. هو عيب الناس انهم ما بيؤمنوش، عشان كده بيتعبوا بيقلقوا، ما بيجيلهمش رجاء، بيجيلهم خوف، بيجيلهم قلق، بيدوخوا. لكن يكفي ان هو يؤمن بعمل الله فيه وعمل الله معاه. يقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. كل شيء مستطاع للمؤمن. الشيخ الروحاني قال كلمة لطيفة قوي، قال ايه؟ قال ابن الله ده اي انسان من اولاد الله زي ابن اؤتمن على خزائن ابيه، ياخد منها ويعطي الناس، ياخد منها ويعطي للناس. ربنا بيستأمنك على خزائنه وبيسميك وكيل. يقول يا ترى من هو الوكيل الامين الحكيم؟ ربنا بيستأمنك على عقل، وبيستأمنك على قلب، وبيستأمنك على عاطفة، وبيستأمنك على حياة روحية، وبيستأمنك أحيانا على أولاد ليه في حدود دائرة مسؤوليتك. طبعا الوكلاء لأسرار الله هم الرسل وأصحاب الدرجات الكهنوتية، لكن كل واحد في حدود دايرته ربنا بيأتمنه على حاجة انه يعمل، وبيديله مواهب على قدر ما يحتاج اليها وعلى قدر ما تحتاج مسؤوليته. هو اللي يعمل العمل فيك، وبعد ما يعمل العمل فيك يكافئك عليه. طب يا رب كتر خيرك، صدق ان انت طيب، يعني تعمل عمل وتكافئنا لك. إذا كنت هكذا عش باستمرار في رجاء، وإذا عشت في رجاء عش في حياة البشاشة، تفرح في الرجاء لأن عندك إله بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. فهو يريحك. لكن لو أنت تمسك متاعبك وتقعد تزن فيها وتفكر فيها وتقول أعمل إيه وأسوي إيه وبكرة يجرى إيه وبعده يجرى إيه، يبقى أنت اللي بتتعب روحك، ملقين همكم عليه. ما تشيلش الهم بتاعك، ربنا بيقول لك أنا مستعد إن أنا أشيله، حطه على كتفي المسيح ونام واستريح. من ضمن اللي ناموا واستراحوا وعجبني قوي في الرجاء بتاعهم، تلاقوا في سفر الأعمال إصحاح 12، أول الإصحاح بتاع 12، هيرودس كان مجهز بطرس
في السجن علشان يقدموا لليهود تاني يوم هيموتوا يعني، وضبطه بالسلاسل. وبيقول لك بطرس لما جه الملاك ينقذه، لا نايم اخر نوم اخر نوم، لدرجة الملاك لكزه كده عشان يصحيه، تنام وانت بكرة حكم الاعدام هينفذ فيك، انا مالي بحكم الاعدام، يكفي اليوم شره، خلاه تهتم بما للغد، ولا حتى لو كان في حكم اعدام، لان في اله هو المتكفل بدي. واحد محكوم عليه بالاعدام تاني يوم هيموت، وده نايم نوما ثقيلا، لدرجة الملاك يلكزه عشان يصحيه. ده اللي عنده رجاء في ربنا. وإن قام علي جيش ففي ذلك أنا مطمئن، مطمئن مطمئن من جوه بالرجاء. لأجل كل هذا الرسول وضع الرجاء ضمن الفضائل الثلاث الكبرى: الإيمان والرجاء والمحبة. إذا كان عندك رجاء تعيش مبسوط وهادي